على خط متوازي، على خطين متوازيين تسير مشاهد التطبيع العافنة والترويج الغريب اللي بيعمله إعلام جيش الاحتلال لابن سلمان. كان في صحفية سعودية اسمها سعاد الشمري، تكلمنا عليها من قبل كده، كانت اتحبست في السعودية زمان بتهمة استغفر الله العظيم سب الرسول عليه الصلاة والسلام. طلعت سعاد الشمري دي النهاردة في قناة من قنوات جيش الاحتلال لتمارس الرذيلتين، التطبيع وتلميع ابن سلمان. طلعت تقول اللي بيعمله ابن سلمان ده إشي خيال يا ناس. ما אומרת לנו באמת סועד השומרי שאומרת לנו תראה אנחנו בסעודיה כבר מרגישים שאנחנו יותר מתקדמים מדינות אחרות במפרט שבעבר עקפו אותנו בואי נראה באמת את התגובה שלה שאנחנו שואלים אותה איך היא רואה את ההחלטה ההיסטורית הזאת בנוגע לנסיעת האוניברסיטה فكل يوم قرار تاريخي كل يوم قرار تاريخي لدرجة انه يعني احنا صرنا خلاص عادي اوكي ما אומרת לנו באמת סועד השומרי שאומרת לנו من كتر القرارات التاريخية اللي خدها طويل العمر طويل المنشار ما بقى القرارات التاريخية عادي. في استضافتها في الإعلام السعودي بعد ما تستضاف الإعلام السعودي طلعت تدعو للتطبيع مع جيش الاحتلال. زي زمان نفرح تعرف يعني حتى على مستوى يعني شكلي هيك وأنا كاشفة وبمشي بالسوق أو بروح براجع أي مكان صارت عادي يعني يتقبلك ويتكلم معاك ويحترمك خاصة אתה יודע, רואי, אבל אני תמיד זוכרת כשאתה מדבר עם האנשים והנשים שהן זוכרות שהן מדברות איתך ושזה הולך להיות משודר בטלוויזיה הישראלית. נכון, ותראה, זה הדבר המעניין הוא שתראה, על הדברים שהיא אמרה פה, את האנשים, היא לא כנראה תותקף, אבל מה שהיא כנראה כן תותקף, היא יכולה להיות מותקפת, זה על הדברים שהיא, תכף אנחנו נראה אותם, שקשורים מן הסתם לישראל. בואי נראה. אני אתמנה. أن التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري نبدأ فيه اليوم قبل بكرة إسرائيل مش عدوتنا بكرة تطلع ما معاش جنسية سعودية زي الواد اللي اسمه كان اسمه إيه عبد الكريم ولا اسمه إيه اللي كان قاعد سنتين ونص يستضيفوه وبعدين طلع وقال لك في الأخير لا مش سعودي هتقولي اسمه يا جماعة كان اسمه إيه الراجل الصحفي السعودي بكرة تطلع من السعودية طب مين العدو يا ترى يا بنت الشمري مين العدو يا ترى إيران مثلا عدوتنا إذا كان هاي التفجيرات خلفها ناس حلوين زيكم جوهد بليز ما تتوقف لا تتوقفوا بليز قال لك بندعم التفجيرات في إيران لو إسرائيل عاملة كده يبقى very good عشان إسرائيل مش عدوتنا إسرائيل حبيبتنا وفي النهاية هيطلع يقول لك المشاهد دي لا تدعمها السعودية. الست دي طلعت شهر أغسطس اللي فات في قناة صهيونية برضو قالت على ابن سلمان استغفر الله العظيم الرسول المنقذ. فاستضافوها بعد كده في قناة ام بي سي السعودية في شهر 12 اللي فات، ده بس قبل ما يطلع يقول لك من السعودية، من حوالي 7 شهور. ها؟ سعاد الشمري خرجت من السجن في عهد الملك سلمان والتاريخ سينصفني تاريخ اللهم احفظ لساننا يا رب اللهم احفظ تاريخ ايه امه تاريخ مشاهد مستمرة ومتوالية من التطبيع العفن دي المرة الثانية ليها هناك في دعم مقصود لتلك المشاهد هذا المشهد يأتي في وقت بتتحدث فيه الصحف الصهيونية عن وجود موافقة ضمنية من الحكومة السعودية والمصرية على ضم الغور وأراضي الضفة الغربية كشفت صحيفة إسرائيل يوم مقربة من الحكومة الإسرائيلية ما قالت إنها رسائل تطمينية بعثها قادة مصر والسعودية ودول عربية وخارجية لإسرائيل وتقول الصحيفة إن الرسائل ذكرت إن دول عربية لا تبالي بمخطط فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية لكنها في نفس الوقت تتخوف من خروج الجماهير إلى الشارع والاحتجاج ووفق التقرير فإن هذه الدول سوف تكتفي بالرد الرمزي على مخطط الضم الإسرائيلي طبعا مصر وافقت ضمنيا والرئيس الموساد جه خد موافقتها في لقاء سري في مصر اعلن عنه اعلام جيش الاحتلال هتقول لي السؤال انا اسف يعني اللي ملوش اي محل من الاعراب اللي يقول لك وانت بتاخد معلوماتك من اعلام جيش الاحتلال
طب ما اعلام مصر ما نفاش ها والصمت علامه الرضا. يوم شروش الموساد سخخ لاخرونا ام سار المودين المصري شبن يتر وגם مخزيك تيك حماس بكير ولفي الديفوخ الاثنين اجيو لهوانا لسيكوم شخري اسرائيل توديا باופן رسمي على معلخ السيפוخ مصرين وגם اردن يفرسمو جنوي رسمي للسيפוخ אבל لو انكتو صياديم دبلوماتيم خريفين ولا كان في مخطط صهيوني لضم اراضي ولا في اي حاجه. حتى كلمة الانبطاح وكلمة الخيانة ما بقتش يعني تعبر عن الوضع، ولا أي ذكر ولا أي كلام، وكأنها أمة من الأموات. شيء مذهل تقلب في وسائل الإعلام، تقلب في وكالات الأنباء ما تلاقيش أي حاجة. يا جماعة هيضموا الأراضي، هيضموا ما تبقى من فتات الأراضي. هذه الخطوة ضم وهذا التواطؤ الذي يحدث بيأتي في وقت بتجتاح فيه تظاهرات الغضب أراضينا الفلسطينية ضد هذا القرار. دي تظاهرة نسائية النهاردة في غزة بتوجه رسائل للأمة العربية. هذه الصفقة لن تمر. الرسالة رسالتنا نحن كمرأة فلسطينية، المرأة التي قدمت الغالي والنفيس، التي ناضلت طوال 70 عاما من أجل قضية لعن تعلن رفضها التام اتجاه كل المؤامرات التي تحددنا نحن كشعب فلسطيني. أتينا لنوجه رسائل عديدة. الرسالة الأولى لنا نحن كفلسطيني، يجب أن نتوحد كفانا انقساما، يجب أن نبني استراتيجية وطنية لمواجهة كل المؤامرات التي تحددنا. الرسالة الثانية للعالم العربي، للشعوب العربية، يجب أن تقفوا صدا منيعا في وجه حكوماتكم اتجاه التطبيع مع الصهاينة، لأنه عار على الأمة العربية أن تطبع مع هذا العدو الصهيوني. الرسالة الثالثة للعالم الدولي، يجب أن تطبق كل القرارات الشرعية الدولية اتجاه قضيتنا الفلسطينية. أتينا أيضا لنقول لكل العالم، فلسطين لنا، القدس لنا، وستبقى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى. ربنا يحفظكم. نرجع لبنت الشماري اللي بقول لك بكره انا اثبتك عشان ما يطلعش بكره يقول لك من السعوديه، اسمه عبد الحميد الغبين الصحفي السعودي اللي قال لك بعد ما اتكلم باسم السعوديه ستونس قال لك ده تصدق من السعودي؟ لا يا راجل. سعاد الشماري بتتكلم عن القرارات التاريخيه التي اصدرها ابن سلمان وبتقول لك ما بقيناش شعب مش ملاحق على تلك القرارات التي تصدرها القياده الحكيمه في المملكة العربية السعودية. سيدات فضليات أعلنوا عن رفضهم لتلك القرارات اللي بياخدها ابن سلمان وآخرها هذا القرار. تلغي قسم العائلات ليش؟ ما عندك شغل لهالدرجة يعني؟ يعني ما قدرت تعطي أو تصدر قرار ينفع أفراد مجتمعك إلا أنك تضرب. بتتكلم السيدة بتتكلم عن المطاعم في السعودية كان فيها قسم للعائلات، حاجة كده زاوية مكان بيبقى جزء من المطعم للي عايز هو يقعد هو وعيلته، اللي مغشية تقدر تاكل يعني يقعد ما هو وعيلته في شيء من الخصوصية. ودي حقيقة زاوية دورش أي حد، اللي عايز يقعد في المفتوح يقعد وسط الناس كلها، اللي عايز يقعد في الزاوية. كانت حقيقة لمحة إيجابية ومحترمة جدا جدا. اتلغت أقسام العائلات من المطاعم ليه؟ هكذا تتساءل الفضليات. تلغي قسم العائلات ليش؟ ما عندك شغل لهالدرجة يعني؟ يعني ما قدرت تعطي أو تصدر قرار ينفع أفراد مجتمعك إلا أنك تضرب بخصوصيهم عرض الحائط وتجمعهم يأكلون مع بعض؟ بس هذا اللي فرحت فيه؟ من بين قرارات العالم اللي ممكن تنقذ شعبك تبرزه تأصله طلعه بواجهة محترمة وواجهة بناءة، الله على مناطق التجمع اللي جمعتهم فيها، مناطق صنع الطاقة والباخرات، مصانع الفولاذ والأسلحة، مصانع البارجات، مصانع القوى اللي اكتشفت الأرض ومتجهة للقمر والفضاء، يعني التراكم جمعهم يأكلون ويشربون بس. يعني اللي أصدر هذا القرار قاعد يستخف فينا كشعب سعودي، أنت قاعد تستخف فينا،
ما عليك من الطبقة الصامتة، الناس اللي ما تكلموا، انت تعرف انهم 90% اللي ما تكلموا. انت تعرف ان الاعلام والسوشيال ميديا والجرائد والصحف وهذا كله ما يمثل 10% من الشعب السعودي، صح ولا لا؟ اللي اصدر هذا القرار يبغى يغير هوية الشعب السعودي ويبغى يصبغه بصبغة التبعية. كنت تافه، حتى القرارات اللي انتظرها قرارات تافهه. يعني في هذا الوقت 2020 اللي دخلنا فيه خلاص الزحام، اللي دخلنا فيه موعد التغيير، اللي دخلنا فيه التنميه، ننتظر منكم قرارات على مستوى التعليمي، على مستوى البطاله، على مستوى مستويات التنميه، على مستوى التغيير الملموس في الواقع. تطلع لي تقول اكلوا واشربوا مع بعض. وكمان في نقطه جدا اللي قاعد يصدر هذه القرارات يا عزيزي، اذا شفت لك كم بزر في تويتر ولا كم هاشتاجات تافهه، وشفت لك كم فئه مجتمع على موضوع تافه، هذا ما يعني ان المجتمع السعودي انه كذا انتبه. انت تتكلم في السطح وتقرر على اساس السطحيه، وانت ما عندك خلفيه عن البنيه التحتيه لهذا المجتمع. واحنا نعرف ان في الوقت اللي نحتاج فيه ان نتاصل اكثر نحن نخلع من جذورنا، مو دون ان نشعر، ونحن نشعر. ما عمرت لانه بمعنى سواد شو هي شو عمرت لانه ترى نحن بالسعوديه كبر مرجيشين شخو يتر متكلمين مدنات اخريات بمفرات بعبر كفوت انا بقول نرى بمعنى التغوبه شلا شخو شالين تا اخ هي روات الخلطه الهستوريه تزو بنوجا نسيات اونيفرسيتا. فكل يوم قرار تاريخي، كل يوم قرار تاريخي، لدرجة أنه يعني إحنا صرنا خلاص عادي أوكي.